هو ده؟ هو اللي وصل. جرالك ايه يا حربي؟ انا بقالي ساعه مستنياك، وفي ايه؟ كنت بحط بنزين يا فندم. بلا بنزين بلا قرف، انا مش هستناك كده تاني، انت فاهم؟ ايه الغباء ده؟ خلاص يا فريده معلش، يلا اتفضلي انت. يلا يلا يا فريده، انا كمان همشي، انا هروح. اوكي باي باي حبيبتي. باي باي باي. يا ريت يا فندم تبقى تطولي بالك علي شوية. نعم؟ هو أنت مش عاجبك كمان؟ بقولك يا حربي، أنا مش فايقالك يا فندم. الطريقة دي ما تناسبنيش، أنت بتكلمي راجل مع بكالوريوس، يعني بشتغل معاكي تحسين دخل مش أكتر، يعني مش جالك من مجاعة لو سبت الشغل هترمي في الشارع وأموت. الأهم من كل ده أني بحافظ على كرامتي، لأن من غيرها معرفش عايش. ولو كلامي ما يناسبكيش أنا ممكن أنزل. حضرتك اتفضلي المفتاح. أنت بتهددني؟ العفو، أنا حبيت بس أوضح لك الصورة مش أكتر. أنا آسف. وأنا تحت أمرك. على فين يا فندم؟ يا ريتك خدت المفتاح. بلا كرامة بلا نيلة.